حنضل بنفس مود فقراتنا وحنروح ايضا لشيء نفسي تربوي تنظيمي بحياتنا. قديش اليوم مهم تنظيم جدول اعمالنا وتنظيم الوقت بحياتنا وخاصه عند الاطفال؟ صحيح رشا، يعني بنحكي دائما اهميه تنظيم الوقت، بتمرق هيك يعني مثل كلمه عاديه او انه كثير اعتدنا انه نحن ننصح باهميه تنظيم الوقت، بس عن جد لو بنراقب كل يوم قديش عم بيروح ساعات من وقتنا وعلى مدار الايام والاسابيع فهي بتطلع أكيد خساره كثير كبيره، بتطلع اكثر من النشاط اللي عاملينه. صحيح. رح نحكي اكثر عن اهميه تنظيم الوقت وخاصه للاطفال، قد ايه مهم اليوم ننظم حياتهم، ننظم جدول اعمالهم، نومتهم، لعبهم، دراستهم، اعمالهم، الانشطه اللي بيحبوها بحياتهم اليوميه، وهذا الشيء اكيد رح ينعكس بشكل ايجابي على حياتهم. قصص كثير حتناقشها مع ضيفتنا لليوم الاستشاريه الاجتماعيه رندا عليدي. بيسعد صباحك رندا، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. ليش تاخرتي؟ ما كان عندي اداره وقت مناسبه اليوم. طيب خلينا نحكي كونه عن عالم الطفوله وهو العالم اللي حضرتك مختصه فيه، قديش مهم اليوم غرس هي العاده تنظيم الوقت، كيف برأيك ممكن تأثر يعني على مستقبل وحياة الطفل بس يكبر؟ على المستقبل بصير بيتأخر مثل ما صار فيني اليوم. طب ليه تأخر؟ في مبرر؟ عم بقول لك سوء تنظيم وأزمة مواصلات يعني. هلا الفكرة دائما أنا بكون هدفي الأساسي هو يكون في برمجية معينة بدماغ الطفل إنه يعرف كيف يدير الوقت. وإدارة الوقت هي شيء كتير مهم، سواء كان بالعمل، سواء كان بالحياة الشخصية، سواء كان على صعيد دراسته، على صعيد حياته بشكل عام. هي خطوة كتير مهمة لحتى إنه طيب أنا ليه بدي أقول مهمة؟ لشو يعني إنه إذا مثلا صار عنده إدارة للوقت؟ لما بيكون عنده إدارة للوقت صار عنده حجم قلق أخف، لأنه يكون هو ما له ملحوق دائما، ما عنده هذا الضغط النفسي انه ما يوصل لدرجه الانجاز المطلوبه، لانه دائما المساحات بالوقت ما بصير عم بيراكد معه لحتى يحقق الانجاز اللي هو بده اياه، فبالتالي بتطلع في دقه اكثر بالمنتج الشيء هو عم بيعمله سواء بدراسته ولا سواء بحياته المهنيه. لهيك انا لما بدي اشتغل على هذا الموضوع بشتغل بعمر بكير، دائما شكاوي الامهات خصوصي لما ببلش ضغط الدرس، خصوصي بهي الفتره فتره اعياد وامتحانات فدائما الام انه انا وين مشكلتي مع ابني؟ دائما عم بركض وراء ومدروس، دائما عم بركض وراء نظم وقتك، دائما عنده متراكم مهام بطلبها منه ما بينجزها، تظهر بشكل كثير واضح ومزعج للطرفين سواء الطفل ولا اهله بفتره المراهقه اللي بتترافق بين انه يبلش يحدد مسار حياته وبنفس الوقت لسه بعقليه الطفل اللي هو بده مساحه لحتى يلعب ويتسلى، وبنفس الوقت عنده وسط اجتماعي معين لازم يحقق امكانيات وانجازات ضمنه خلاله. لهيك نحن بنرجع دائما مثل ما انا بحب انه برجع لما بيكون عندي مشكله برجع خطوه لورا فيها، برجع للاساس، برجع باسس صح، يا ترى هذا الطفل كيف كان عم بينظم وقته؟ لما انا عنده عده مهام هو ما عم بيعمل اي شيء منها، فانا وين المشكله الاساسيه؟ تكون دائما المشكله الاساسيه اللي هي باداره الوقت الاولويه هي تنظيم الافكار، دائما انا علمه. نحن هلا بعصر التاب والموبايل والشيء الالكتروني نسينا الورقه والقلم، كثير مهم انا اعطيه ورقه وقلم، اكتب كل شيء عندك افكار، شو بيخطر ببالك خليها قريبه منك، شو بيخطر ببالك شخبر واكتبها. طيب هون رندا نحن دخلنا بمهاره تنظيم الوقت التعدادات، تمام خلينا نتوسع فيها اكثر. اليوم كيف كل ام اليوم عم تشوفنا ونحن ايضا يعني خلينا هيك نتعلم اليوم نحن كيف قادرين ننظم وقتنا، خلينا نبلش من حالنا لنقدر نعطي هذا الشيء لاطفالنا. هلا هي مرحلتين، اول شيء انا بشتغل على تنظيم الوقت، بعدين بنقول لفتره بصير انا تلقائيا عندي كطفل عندي اداره وقت جيده باي مجال بحياتي. مثل ما ذكرنا بنبدا انه اول شيء بحاول دائما عوده انه على ورقه وقلم، اكتب معلش ما بدك ورقه وقلم، على الميموري اكتب الملاحظات اللي انت بدك اياها او شو عندك مهام. بعد ما انا اول شيء نظمت افكاري وفرغتهم بورقه شفتهم بعيني تماما مكتوبين ما ضلوا افكار عم بتطير بالهواء، بلش انا هون بنقل لمرحله الاولويات، رتب اولوياتي، حلاقي في كثير عندي من الافكار اللي كتبتها سواء نحن ولا سواء اطفالنا ولا سواء المراهق، حلاقي في كثير افكار هي اخذ حيز من تفكيرنا وعم تجهدنا ولكن هي ما لها مهمه او هي لاحقه للتفكير.
حيتصنفهم بثلاث مجالات، حيكون في عندي شيء اولوي، اولويه هو عاجل، وفي اشياء اجله انا باجلها للاخير، وفي اشياء حلاقيها هي كثير غير مهمه، هي كثير ثانويه انا قادر اني استغني عنها. وبلش بقى هون بعد ما انا حطيت هاي الاولويات برتبها، بعد ما برتبها بدي انقل على فكره واللي هي الهدف الاساسي. طيب انا شو الهدف؟ طب انا هلا قاعده عم نظم وقتي وعم بعمل جدول، طب انا شو الهدف؟ شو بدي احقق بعد هاي الفتره؟ قد ايه المده الزمنيه اللي انا قادر اشتغل عليها؟ وهون دائما توقع المشكله الكبيره بين الام والطفل، انه انا لما بكون عندي انا امكانيات طفلي ينجز مثلا يدرس ماده معينه خلال اسبوع، اطفال ثانيه يمكن اخوه التوأم بده اسبوعين مثلا لا ينجز مادة معينة. الفروق الفردية ما بتتراعى. تماماً تماماً، فهي لازم تتراعى، لأنه الفروق الفردية بيناتنا كلياتنا العامل الأساسي فيها هو الوقت. دائماً اللي المرتفع الذكاء اللي بينجز مثلاً بوقت قصير، اللي ذكائه أقل حينجز نفس الإنجاز ولكن بده ياخذ معه وقت أطول. بيفرق حجم التكرار، بيفرق حجم الذاكرة، بيفرق حجم القدرة على أني أقعد لأنجز هاي المهمة. ترتيب أولويتي قد أنا مهم إلي ككياني أنا كشخص، أنه أنا هدفي هذا قد بدي حققه وقد حيعطيني لشخصي أنا. طيب رندا، كثير يعني بنسمع هاي العبارة أنه يا الله مرق الوقت بسرعة ما حسيت فيه، وكثير بنشوف أطفال ما بيتذكروا الواجب المدرسي غير قبل ما يناموا، بالتخت بيذكروا أنه أنا في عندي وظيفة في شيء ما حفظته. ودائما لما نحكي نحن مرحلة الطفولة بيكون التعويض على الأم لهي تنظم يعني حياة الطفل ما مثل ما بيقولوا، أو تعلمه هو ينظم أموره. بموضوع الدراسة خلينا نركز، كيف الأم اليوم تقدر تعلم الطفل مهارة تنظيم الوقت؟ أنا بقول لهم للأمهات كلمة كتير بسيطة، بقول لهم مالكم غير البراد. يمكن هي شوي إنه فكرة غريبة، ولكن دائما حطي الورقة والقلم برسمة من رسمات الطفل بخصوص الأعمار الصغيرة على مستوى ارتفاعه، معلقة على البراد. كل ما تذكر أول ما بيجي، دائما في عنا روتين بيرجع البيت سام بده يغسل، بده ياكل، بده يفتح البراد. الأم بتفتحه، هو لا، هو بيسكره وبيكتب عنده كل المهام المطلوبة من واجبات، من ممكن ترتيب غرفته، ممكن يقعد مثلا، حتى أنا عندي مكافأتي آخر النهار إنه أقعد مثلا أحضر برنامج بحبه مثلا أو أمسك موبايلي، كلهم يسجلون على هاي الورقة للأشياء اللي بيحبها، للأشياء المفروضة عليه، للأشياء اللي ملزم إنه يعملها، كلها من وجبة الأكل، من تفريش الأسنان، كلياتها بتتسجل على هاي الورقة اللي هي محطوطة. هلأ أنا بعطي مثال إنه تتعلق على البراد لأنه هو أكثر مكان المطبخ اللي الكل بيدور عليه، ولكن تجمع تجمع الأسري خصوصي بالشتاء، ولكن هي ممكن مثلا تحطها بغرفته، بس هي لحتى تكون الكل شايفها، الكل الأم حتى بتضل بالمشاغل الحياة بيكون عندها أكثر من طفل قدرانة تتذكر إنه أنت نسيت تكتب واجباتك على ورقة المهام. يمكن هي ورقة المهام بتفيدنا رندا لما الأم تسأل الطفل أو أطفال إنه شو عنا اليوم، يعني من بداية النهار بيتم تنظيم مثلا اليوم عنا زيارة، عنا لعب، عنا واجبات مدرسية. تماما. فكل مهمة يمكن بتصور إذا على نفس حركة البراد يحطوا إشارة صح إنه أنا خلصت هاي المهمة. تماما. هلا هون أو بتحط إشارة صح، بتحط هابي فيس، بتحط قلب، بتحط ستار اللي بتحبه، أي طريقة تفعلية، بنت ولا صبي، وبتجمعهم. كل ما أنت أنجزت 10 نقاط 5 نقاط بوقت قليل، عير لي الوقت. أنت عندك ضب غرفتك مثلا قديها، كتير مهمة إنه أنا أرفقها بوقت ولو كان العمر صغير، مدة 5 دقائق تحدد لهذا الوقت. هون أنا ربطت تنظيم الوقت بالعايشة أنا كطفلي، فتلاقي إنه هو بيكون عايش ضمن الزمان. فهو إجا آخر النهار، إجا آخر النهار نسي كل الوقت ضايع بالتسلاية، ونسي تماما إنه هو عنده واجب لازم يعمله. فهذا الموضوع حتى نقل موضوع الوقت للوعي تماما، يقدر ينجز ضمن مدة معينة. بلش بالأشياء البسيطة كتير اللي ممكن أنا يضب غرفة، يضب شنطايته، يحضر برنامج تاني يوم، هاي أشياء سهلة بيقدر يعملها.
وبيحط بيجمع عليها انه انا مثلا جمعت 5 نقاط وبنفس بالوقت المحدد اللي انا المطلوب مني، اوكي فهي النقطة انا بستحق فيها اخر الاسبوع مكافأة من اختياري. دائما هي بتعطي هذا المحفز لانه يكون عندي ادارة وقت مستقبلية بمهام اكبر واصعب بضغوطات الحياة لما بيصير بعمرنا. حلوة فكرة المكافأة، يمكن هي تحفيزية، والطفل دائما بحب هيك قصص. يعني انا بعرف من حالي اذا اي طلب بعرض اي شيء ففورا ما بيسالوا على الطلب، بيسالوا شو بدك تعطينا تجيبي لنا، يعني حسب القصه يعني بيشتغلوا. طيب خلينا نحكي اليوم ايجابيا موضوع تنظيم الوقت، وقت اللي انا بقدر نظم وقت طفلي وقت بيتي. خليني ركز على طفلي بعمر اكيد كثير صغير كرمال يكبر على هي بتصير عادي فيما بعد، خلص اخذ عاده انه هو بيصحى بيعمل خطوات بيومه لانه من صغره تعود عليها. ايجابيا فيما بعد شو حتاثر عليه؟ اول خطوه ارتاح برد. سكرنا البراد. ارتاحت من فكره انه بطلت انا هذا الجهد وانا عم زن عليه قوم دروس. صح. الجانب الثاني بالعمر اللي بعدين وفرت عليه وقت انه يا الله انا مالي شو بدي اعمل، خلصت كل شيء بدي اعمله، طب هلا انا شو بدي اعمل، وفرت على حالي اسمع هذا الزن ديباجة اليومية تماما مليت. او انا ضل وراء قوم اعمل قوم دروس، انا بكون هون ريحت وفرت على حالي وقت، صرت انا عندي تنظيم وادارة وقت لانا اعمل شيء لي مفيد. الفكرة الاساسية انه انا اضيف مهام، يعني انا كل ما عرفته بلش يتقيد بالوقت وقدر يعمل اعطيه مهام يكون فيها اكثر دقه. متى ما انا بلشت بمرحله انجز مهمه بوقت معين فانا نقلت على مرحله الدقه بانجاز العمل. هون انا صرت عم باخذ منتج جيد جدا من طفلي، سواء بالدرس سواء بحفظ الدرس سواء حتى ب انا ما بحكي بس على درس، ممكن انا احط هوايات نشاطات تماما. انت عندك تعرف تعزف، انت حتتدرب على نوتة اضافية لشوفك قديش اخذت وقت فيها، هاد كله بيندرج تحت المتعة انه انا استمتع بالوقت اللي عم بقضيه. بخليه دائما لما بربطه بالشعور اللي احنا لما عم نحكي بالانجاز انه ما انقله ليصير طفل انه مصلحجي ما يعمل شيء غير بالمقابل، لما بيكون الانجاز بيتبدل من مادي لمعنوي فانا هون. بس الطفل بحب يكون مصلحجي، هو بطبعه بحب هدول القصص. يعني نحن بننقله لحتى تكون مصلحته، هون نرجع لموضوع ترتيب الاولويات. فبتصير مصلحته انه يرتب اولويته لياخذ الانجاز اللي هو بده اياه بغض النظر عن السمايل اللي حينحط له، او بغض النظر انه انجز، بصير هو تحدي مع نفسه. هذا اللي بيعطي الدعم للمستقبل لما بيصير بعمرنا. في ناس بتلاقيهم راشدين ولكن لسه بده حدا وراهم يقول لهم قوم اعمل هي الشيء او قوم انجز او قوم ساوي. طيب اذا بدنا نحكي عن عدو تنظيم الوقت هو المشتتات والملهيات يلي بتكون، قديش برايك اليوم طريقه توزيع هي النشاطات او الملهيات او المشتتات على مدار الاسبوع هي بتفيد بعمليه تنظيم الوقت؟ يعني مو شرط اليوم انه الطفل يسوي كل النشاطات اليوم، يعني يزور حدا كل يوم يلعب، يشوف تلفزيون كل يوم يلعب، بتصور طاقات يعني ليفرغ طاقته لازم تتوزع هي النشاطات، شو رأيك بهي النقطة؟ ممكن تساعد بتنظيم الوقت؟ هلا هي الفكرة بتكون كطفل أنا بقول لهم لازم دائما حركة نشاط استراحة، يعني دائما أنا بعطيه شيء في حركة في نشاط بعدين بعطيه الجلوس اللي فيه تركيز وإنجاز مهمة. يعني كتير ضروري لما يعمل واجب مثلا رياضيات بعد هذا الواجب قعد مثلا نص ساعة عم بيحله، أنا بعدها بكافئه مثلا 10 دقائق مثلا حركة ومنطلع نمشي سوا مثلا. أو أنت إذا خلصت واجباتك لمدة ساعة اللي هي فيها قعدة وفيها تركيز وانتباه، أعطي أنا بعدها مثلا ساعة حركة إنه أمشي نروح على الحديقة أو نمشي ننزل على المول نجيب أغراض للبيت. لما أنا بيكون في عندي هي حركة سكون بالتناوب هذا كتير مفيد لأني جدد ذاكرة الطفل، جدد انتباهه، فرغ طاقته تماما، وحتى طاقته يكون في عنده تفريغ مناسب. حتى نحن لما ننقل بين نشاط في حركة وسكون هذا كتير مريح لنا بإنجازنا خلال النهار. هون أنا بهي الورقة اللي هي على البراد قسمت الأنشطة تبعي بين قعدة على درس حركة. أنت أول شيء هون أنا علمته كيف ينظم بتراتبية معينة، صار شكل روتيني هو لحاله صار
لما بصير بالجامعه لحاله صار انا يلا هلا حادرس يلا طالع امشي شوي مثلا، انا هلا رح اشتغل شغل معين رتب شغلي على الكمبيوتر بعدين رح اقوم مثلا انجز مهمه صح. حركيه اطلع فهي لحاله بتصير روتينيه بصير هو اللاوعي تبعه هو لحاله بينظمها بتبرمج عنده تماما اللاوعي بتبرمج معلومات كثير مهمه رنا ان شاء الله هيك نقدر نطبقها على ارض الواقع كل حدا عم يشوفنا ودائما احنا بنقول صح بنضحك شوي بنلتهي شوي ولكن دائما الوقت وقت اللي بيسرقنا عم يروح مننا قصص كثير بحياتنا نتشكر وجودك لليوم وكل عام وانتم بالف خير وانتم بالف خير معاد عليكم شكرا كثير لك يا رندا اهلا وسهلا فيكي